إذن على بركة الله ينطلق الشوط الأول للخيل العربية لأصيل إنتاج محلي مبتدئة للإناث ولمسافة 1200 متر. جوائز المالية في هذا الشوط 45,000 ريال، وهناك 13 راس مشارك في الشوط الأول في السباق العاشر من هذا الموسم. وهنا نتابع وإياكم إذن الجيادة في تقدم من خلال آخر 900 متر، مسافة قصيرة لهذا الشوط. والمركز الأول لفردوس، بينما المركز الثاني لدجلة، ومتابعة أيضا من بقية الجياد باتجاه هذا المنعطف، المنعطف قبل الأخير، بينما المنعطف الأخير والمنافسة سوف تشتد. ريم بروك في المركز الثالث على ما يبدو لي، وأيضا المركز الرابع لندى لمزرعة مقرن. إذن فردوس في المركز الأول، وهنا الانعطاف الأخير فردوس إذن، ولعاز من الخيالة هنا عند الخط المستقيم، ومتابعة قوية من فردوس. فردوس تتقدم على الجميع في هذه اللحظات، ومنافسة قوية أيضا من بقية الجياد. إذن فردوس، ومتابعة أيضا من بنت الأكابر. بنت الأكابر من الخلف تأتي بقوة ومحاولة لخطف الصدارة. إذن بنت الأكابر تخطف الصدارة عند الأمتار الأخيرة من فردوس بعد منافسة قوية. بنت الأكابر تخطف الصدارة عند الأمتار الأخيرة. إذن النتيجة النهائية والرسمية للشوط الأول، بنت الأكابر في المركز الأول، ملك السيدة الصبحي عوض إبراهيم والمدرب محمد خالد الأحمد والخيال أدري ديفرس. أما المركز الثاني في هذا الشوط فردوس، ملك مقرن والمدرب ألمن ديميول والخيال يون بابتيس هاميل. أما المركز الثالث في الشوط الأول فلي اي جي اس المعنقية، ملك مربط الجريان ومدرب مهند جاسم الياقوت والخيال جيرالد أفرانش. المركز الرابع شرسة النايف، ملك الشيخ نايف بن عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني والمدرب يوسف بن طاهر والخيال مارفين سورلاند. أما المركز الخامس هقوى، ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والمدرب جوليان سمارت والخيال ريتشارد مولين. وبالتالي ألف مبروك للفائزين في الشوط الأول بانتظار بقية الأشواط بإذن الله.